السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمارت هنتكلم النهارده عن يونت 5 ماي تاون يعني مدينتي. نشوف مع بعض كده أول حاجة الفوكابري أو الكلمات الجديدة اللي عندنا. أول كلمة بريد، خبز. كيمست كيميائي أو صيدلي. جرين جروسرز اللي هو البقال. ميديسن طب او دواء. شوجر سكر. فيجيتابلز خضروات. ميت لحوم. نقرا بعض الكلمات تاني. بريد كيمست او كيمست. جرين جروسرز ميديسن شوجر فيجيتابلز ميت. يبقى بريد كيمستس green grocers medicine sugar vegetables meat. نشوف مع بعض كده حاجة تانية هنتكلم فيها عن nouns بعض الأسماء. nouns عندنا بتنقسم لحاجة اسمها countable and uncountable. countable عبارة عن singular and plural. singular such as boy or book. boy ولد، book كتاب. singular يعني مفرد. طيب هل ينفع boy turn into plural؟ بالظبط ينفع طبعا. احنا نخلي boy ها boys نضيف s، book نضيف s تبقى books. احنا عندنا nouns اول نوع فيها countable noun او الاسماء التي تعد. الاسماء التي تعد مقسمه الى singular and plural زي boy boys book books pen pens وهكذا. طب النوع الثاني uncountable nouns الاسماء التي لا تعد. الاسماء دي بتعامل only singular يعني لا تجمع. sugar ما لقيش حاجه اسمها sugars، ما فيش حاجه اسمها كده. water ما فيش حاجه اسمها waters. يعني الاسماء uncountable او الاسماء التي لا تعد لا يضاف ليها اس نهائيا بل هي تعامل او تعامل معامله المفرد. عشان كده قلنا uncountable only singular يعني مفرد فقط. طيب نشوف مع بعض كده plural forms بعض اشكال الجمع اللي احنا هنقابله عندنا في اليونت. pen pens boy boys potato potatoes watch watches city cities shelf shelves child children man men. احنا لقينا هنا ان في بعض الكلمات زي pen و boy ضفنا لهم s، زي potato watch ضفنا لهم es، city حذفنا ال y واضفنا ies، shelf children man اتغيروا تماما بقت shelf shelves، child children man men. هنا بس ايه حبينا يعني نوضح شويه بعض الاشكال للكلمات ازاي احولها من singular form للplural form. شوف مع بعض كده سؤال اكسل يور سيلف. السؤال بيقول Where will you go when you meet or you want sorry to buy bread. نرسلها كمان مرة. Where will you go when you want to buy bread. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.